تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في محافظة المنيا فعاليات يوم حصاد لمحصول فول الصويا ضمن محاصيل المرحلة الثانية من مبادرة ازرع. جاء ذلك بحضور قيادات وزارة الزراعة ومراكز البحوث بمحافظات الصعيد وعدد من المزارعين. احنا النهارده بصدد فعاليات المرحله الثانيه من مبادره ازرع بالتعاون مع التحالف الوطني، والمبادره زي ما استهدفنا فيها زراعه القمح للعروه الشتوي. النهارده يوم حصاد للعروه لمحاصيل العروه الصيفي ومحصول الفول الصويا، وده واحد من المحاصيل اللي بتحقق الامن الغذائي للبلد، فكان لازم نشجع المزارعين على زراعته، واحنا بنشجع المزارعين على زراعته لازم كمان نضمن له تسويق محصوله وسعر كويس، فتعاقدنا على المحصول مع شركات من القطاع الخاص وضمنا له حد ادنى لتسليم المحصول. النهارده يوم بنحتفل بيه كلنا مع اهالينا المزارعين في حصاد ما تم زراعته للزراعه التعاقديه، والزراعه التعاقديه هي هدف رئيسي في تنميه الانتاج الزراعي وزياده دخل المزارع. النهارده بنشهد ختام وحصاد لمحصول فول الصويا اللي اثر بشكل كبير على الفلاح ان انتاجيته زادت. رقم اتنين، اتبع ممارسات زراعيه جيده حمته من التغيرات المناخيه. محصول يوم الحصاد، المحصول بسم الله ما شاء الله عالي متفوق، تقريبا بعدل 2 طن الفدان، وده معدل كويس جدا. طبعا النهارده كان الصنف الموجود من احد اصناف فول الصويا، من اعلنا عن صنفين جديدين هيدخلوا في انتاجيه فول الصويا ان شاء الله الموسم القادم. انا عملت النموذج لزراعه الفول الصويا، زرعته على مصاطب، قللت تلت المياه وزودت تلت الانتاجيه، والمنظومه طلعت كامله اللي جاب اعلى انتاجيه زراعيه ما حصلتش يمكن طبقا للمواصفات الزراعيه الحديثه.